still see your shadows in my room. I can't take back the love that I give you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were. أحبائي يسعد صباحكم. صباح النور, صباح الورد, صباح الحب وصباح الود. Bonjour tout le monde, good morning, buongiorno. هذا الأوديو للحديث عن ما بعد الاتحاد عند توائم الشعلة وتوائم الروح, ولكن بدرجة أقل عند توائم الروح, ولكن فيه بعض الأجزاء اللي ممكن تخصهم. حديثي اليوم ليس تحليلا نفسيا, لأني عملت الكثير من التحليلات النفسية وموجودة بقناتي, وكل أسئلتكم, معظم أسئلتكم اللي حطيتها في آخر بوست الإجابات عليها موجودة بقناتي. تطلب فقط أذنا تسمع وقلبا يشعر وعقلا يحلل, والكل مصحوب بحضور روحي. فأسئلتكم كلها إجاباتها موجودة في قناتي, ابحثوا عن الإجابات وستصلكم لما يكون حدسكم حاضر. طيب, كانت سألتني إحدى السيدات, قالت لي أعتقد أنها أمال, قالت لي حدثينا عن ما بعد الاتحاد. فالأوديو هذا رح نقسمه إلى علامات مادية, لأني تعبت من الحديث عن البلوكات والترومات إلى آخره, وحتى أنا يعني نحب أني نرتاح من الحديث عن الألم, نرتاح من الحديث عن الحزن, لأني أنا شخصية سعيدة يعني ما نحبش ندخل في كل مرة في نفس المواضيع الحزينة. ما بعد الاتحاد عندي شخصين, كان واحد منهم يونغ بلس بلس بلس, وواحد منهم كان يين بلس بلس بلس. ما يهمنيش إذا كان اليانغ رجل أو امرأة, والعكس صحيح إذا كانت اليين رجل أو امرأة, مش مهم, لأنه في ذي العلاقة هناك حب روحي وهناك حب أعمق وأبعد من الجسم وأبعد من النفس وأبعد من العقل. أوكي, لازم تعرفوا, نذكركم هذا مهم جدا لأنه فيه أسئلة حول هذا الموضوع. لازم تعرفوا أنه بعد أقل من 3 أشهر من اللقاء الأول, وبسبب الطاقة العالية اللي يكونوا عليها الأحبة في هذه العلاقات الروحية, جراح الطفولة ستتشافى بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. فالناس اللي ما زالها تجر كلاما عن ألم الخيانة والهجر والترك و فهذا الكلام مش صحيح. أوكي, اليانغ اللي كان يعاني من الهجر أو من الترك سيعرف بأن حبيبه, يعرف بالحدس بروحه, هو يعرف بأن حبيبه يحبه ولن يتخلى عنه مهما كانت الظروف. فجرحه اللي كان يعاني منه من الطفولة بالترك, واللي هو كان يمارس الترك, اليانغ المطاردة والمطارد هم يمارسوا هذا الجرح, يعني نفس الخنجر الذي طعنوا به لما كانوا صغار مراهقين ولا في فترة الشباب, راحين يمارسوا أو يستعملوا نفس الموس هذا حتى يضروا به وناس آخرين, يعني راحين يتركوا الكثير من الناس في خلال حياتهم. والسبب في ذلك هو محاولة منهم للتعويض, يحبوا يثبتوا لنفسهم أننا نحن كذلك قادرين على أن نترك الناس مثل ما تركونا هما في الماضي. اليين اللي كان يعاني من الرفض طول حياته بسبب والدته, في الغالب 80% من اليين يعاني مع المشكلة الأساسية اللي كانت موجودة بحياتهم واللي دخلتهم في طاقات سلبية وخلتهم يتبعثروا وخلت مسارهم الروحي يتشتت وخلتهم يولوا أشخاص ثانيين, هي الأم. لذلك اليوم جميع الأمهات احذروا واحذروا أن تجعلوا من أولادكم رهائن
لمزاجكم السيء أو تجعلوا من أولادكم نتائج لسلوككم المشين. أوكي؟ لين لما قلت يدخل في طاقة سلبية يقدر يبقى فيها 20 عام، 25 عام، 30 عام أو أكثر. تقولوا لي كيف يعيش حياته في هذه الفترة؟ يعيش حياته بصورة عادية، يشتغل ويعمل ويضحك ويلعب ويفرح ولكن بداخله حزن أصيل، حزن أصيل بكل بأتم معنى الكلمة. قد يعطيك قدرا كبيرا من السعادة، يعني يجعلك في قمة السعادة، ولكن هو قلبه دامي، قلبه مجروح، هو قلبه حزين، ولن يشعر بهذا الحزن. سمعوني مليح، لن يشعر بهذا الحزن أو لن يصل بهذا الحزن، لن يصل إلى هذا الحزن، إلى اكتشاف هذا الحزن، إلا حبيبه اليانغ، رجل أو امرأة، في كل حياته لن يصل إلى اكتشاف هذا الحزن ومداواته، لأنه هو رح يداويه. رح يداويه بماذا تقولوا لي؟ رح يداويه بالحب الذي سيمنحه إياه. معادلة صعبة ومؤلمة للطرفين، ولكن أكبر الآلام فيها رح تتجاوزوها، ولما تتجاوزوها رح توصلوا إلى مرحلة. الآن انتهينا من آلام الطفولة، كيف يتخلص قبل ما نمر، كيف يتخلص ألين من الرفض لما يعرف بأن حبيبه يحبه؟ هو سيعرف، على عكس كل الناس الذين عاش معهم في السابق، حتى ولو كان مرتبط مثلا، حتى ولو كان عنده علاقات، هو يعرف بأن حبيبته أو حبيبه يحبه، يحبه فعلا، وهذا سيداوي لديه جرح الرفض الذي عاشه مع الوالدة. أوكي؟ طيب، كملنا من جراح الطفولة. فإذا لا وجود لجراح الطفولة بعد بداية اللقاء بحوالي 3 أشهر أو 4 أشهر، خلاص يغا بلو، ما يكونش وهناك جراح طفولة، خلاص كملنا معه. ماذا يبقى؟ يبقى الترومات والبلوكات اللي حدثتكم عليها في أوديوهاتي السابقة، وما نرجعش نتكلم عليها. أهم بلوك يؤدي إلى خروج أحد الأطراف من العلاقة، سواء الين ولا اليانغ، والآن لن أحدد، لأن الدور مثل ما قلت لكم لا يهم في العلاقة، المهم هو الحب، بقاؤه أو انتهاؤه. فقلت الطرف اللي مش رح يقدر طاقيا انرجيتيكمون بارلون، الطرف اللي مش رح يقدر يعيش هذا الحب بكل قوته، بكل جبروته، لأنه هذا الحب سيفرض نفسه عليكم، سيفرض نفسه على الين وعلى اليانغ. فالشخص اللي مش رح يتحمل، الشخص اللي مش رح يتحمل طاقيا هذا الحب، هو اللي يخرج من العلاقة، هو اللي يروح. لماذا يروح؟ لأنه هو كجسم وكروح وكنفس وكعقل ما عادش قادر يتحمل، ما عادش قادر يتحمل يا إما الألم في هذه العلاقة، يا إما الاشتياق، يا إما الحب، يا إما يا إما يا إما أشياء كثيرة. صديقه هو حساسيته لأي أمر أو لأي لازمة من لوازم هذه العلاقة، لأن هذه العلاقة هي باكيج يجي مصحوب بالعديد من الصعوبات، بالعديد من المشاعر والعواطف اللي ممكن يعني تضرب مخ الإنسان مهما كانت قوته. ولعلمكم أنا الناس اللي كلموني، يعني اللي بعض الناس اللي رسلوا لي مسجات، دكاترة في الجامعة وفي أكبر الدول في العالم، يعني مش ناس بسيطة، يعني ومش إنسان يعني بسيط جدا ومش عارف ولا شيء في الدنيا هذه، لا، هم ناس عندهم خبرة وعندهم تجارب وعندهم عندهم الكثير من الأمور اللي عاشوها بحياتهم،
ولكن هذه العلاقة جات خلخلت عندهم كل مفاهيمهم، وجعلت منهم مش قادرين يشوفوا النور، مش قادرين يتحركوا، مش قادرين يتصرفوا، مش عارفين وش يعملوا. اوكي طيب، نعطيكم الآن علامات تشير إليك أو إليك أنت كيانغ بأنك انتهيت من هذه العلاقة، وصلت لآخر بالي في تطورك الروحي. ونفس الشيء رح نعطيكم كذلك علامات بالنسبة للين اللي تأكد لك أنك قد وصلت لآخر بالي أو آخر الباليهات في تطورك الروحي. لازم تعرفوا أنكم الاثنين كيين وكيانغ في كل مرة تطلعوا في الطاقة، تطلعوا بالي جديد يعني مرحلة جديدة، راح تمروا بتغيرات فيزيولوجية جديدة. ماذا يعني؟ يعني أن الجسم لا يمكنه أن يسمح بتطور الطاقة أو بصعود الكونداليني أو الطاقة من الجذر للرأس للفوق للتاج بدون أن يتغير. والتغير كيف يكون؟ تغير يكون أن الجسم يخرج الطاقات السلبية اللي كانت ساكنة فيه حتى يسمح بدخول الطاقة الإيجابية، طاقة الحب اللي قاعدة تطلع فيه. هذا التغير يكون عنوانه التقيؤات، التعرقات الليلية، المرض. ممكن تمرض بأي مرض، المرض هذا اللي مرضت به يكون عبارة عن شيء يلازمك بسبب بوجات طاقية عندك أنت. يعني أنت تقول لي مثلا عندي مرض منذ الطفولة، فالمرض هذا منذ الطفولة ليس سببه بيولوجي فقط، يعني بيولوجي من يعني جاي من الطبيعة، من طبيعتك أنت كمادة، بل له أسباب طاقية، عنده كوتي إنرجيتيك، عنده جانب طاقي. فهذا المرض سيظهر في كل مرحلة من مراحل تطورك الروحي. يعني في كل مرة أنت تعمل بيك طاقي مثلا رح يجيك هذا المرض. لا أدري ما هو المرض اللي ملازمك، أنت شوف ما هو المرض الذي يتكرر في حياتك منذ مراهقتك أو منذ طفولتك. ولما يجي هذا المرض سيضرب بقوة، يعني رح يجي يكون حاضر، ولكن سيخف، ستخف حدته، سترى أن أزماتك مع هذا المرض أصبحت تدوم أقل في كل مرة، تولي تدوم أقل. يعني المرة الأولى جاح مثلا خذ منك 3 أيام حتى راح، المرة الثانية يجي يأخذ منك نهار حتى يروح، المرة الأخيرة يجي يأخذ منك ساعات فقط ويروح. ومعنى ذلك أنك تقضي بصدد القضاء على المرض بواسطة طاقتك الجديدة، الطاقة الجديدة اللي أنت تطلع فيها الآن في جسمك وتنظف في جسمك، قاعد تقضي بها على المرض طاقيا. يعني أوكي، لأنه الإنسان لما تطلع طاقته يصبح إنسان قوي فيزيائيا حتى يتحمل طاقة جديدة من الكون. الإنسان الضعيف لما تجيه طاقة إيجابية يهرب منها. لماذا؟ لأنه هو سيحترق لو تقبلها. فهمتوني؟ إما يحترق أو يصاب بالاكتئاب أو ينتحر، لا يستطيع أن يتقبل طاقة الكون. يعني ببساطة طاقة الكون طاقة عالية في الذبذبة، الروح أعلى بمليارات المرات من الإنسان. نحن كبشر إحنا اللي خرجنا الروح أو أظهرناها إلى الوجود بواسطة هذا الجسم الذي يتكلم الآن، ولكن هذه الروح كما هي كوجود هي أعلى منا إحنا كبشر بمليارات المرات. فهمتوني؟ فأنت لما تتلقى طاقة من الكون، خاصة الطاقة العالية الطاقة الذكية، مش رح تقدر تتحملها إذا كان جسمك مش صحيح. إذا كان جسمك فيه بوجات، فيه مشاكل، لازم يصلح نفسه حتى يتلقى طاقة الحب هذه العالمية أو الكونية أو الذكية. فأنت في كل مرة تطلع شوية ستمرض. إذا ما مرضتش فيزيائيا فهذا معناه أن طاقتك بصورة عامة جيدة، يعني بصورة عامة جيدة في جسمك وحدة كحل أو كاحتمال، أو معنى ذلك أنك فيما سبق قد تلقيت عملت في السابق صحوتك الروحية على مراحل،
فأنت وصلت الآن إلى درجة عالية، نقدر نقول من الصحوة الروحية، ولكن انتكست، عملت انتكاسات صغيرة في الباركور، يعني في الرحلة، مما جعلك تفقد روحانيتك. فهمتوني؟ أتمنى أن يكون كنت بسيطة. فإذا بالنسبة لليانغ، كيف تعرف أنك وصلت إلى آخر رحلتك؟ أول علامة أرى أنها علامة يعني أكيدة، يعني مؤكدة، هو أنك ستفك تعلقك بتوأمك بصورة كاملة ومكتملة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك ستعرف، أو أنك متيقن من أنك تحبه، ولكن أنت لست متعلقا به، بمعنى حضوره أو غيابه سيان يتشابهان، تتذكره بابتسامة جميلة وبخفقان في القلب، لأنك تعرف أنك تحبه، ولكن لا تشعر بالحزن لغيابه. يعني أنت سعيد في وجوده وفي عدم وجوده، بكل بساطة تعيش سعيدا سواء كان معك أو لم يكن معك. هذه أول علامة. ثاني علامة، ستزداد روحانيتك بشكل ملحوظ، بمعنى أنت تحس بأن طاقتك عالية، وتحس بأنك أصبحت شخص روحاني، وبأنك أصبحت شخص ينصت إلى حسك، وتجيك المعرفة هكا بصورة فورية، أنا كونيسونس انستونتاني اللي حدثتكم عليها، تجيك المعارف بصورة فورية، وإشارات من الكون بصورة كذلك متزامنة ومتتالية، وتشعر بأنك مكتمل، بأنك كومبلي. كلمة هذه يعني كلمة خطيرة، لازم تفهموها. كلمة الاكتمال هنا، الكمال هنا، ليس معناها أنك شخص ليس لك أي مشكل بحياتك، أو أنك شخص خلاص وصلت للتوب دي توب. لا، نقصد بها أنك تحس أنه ما عاد شيء، ليس هناك شيء يزعجك، ليس هناك شيء ينقصك، ما عاد أي شيء يجي يفسد سلامك الداخلي. أوكي؟ سواء التحق بك توأمك أو لم يلتحق، هذا لا يعنيك، أو هذا لا يهمك. وصلت لمرحلة اسمها الاكتفاء بالذات. أنا مكتفي بنفسي، سعيد مع نفسي، وعايش لنفسي. It's okay. إن كنت معه سأكون سعيدا، إن لم أكن معه سأكون سعيدا. هذا بالنسبة إذا لليانغ. اليين أمره أكثر تعقيدا. لماذا؟ لأن اليين عنده أصلا مشكلة، هو يعرف كل شيء. لاحظوا، اليين يعرف كل شيء بمعرفة حدسية مباشرة، وعنده تدرب، هو متدرب على تلقي الإشارات الكونية، ومتدرب على الحب، ويعني ومضيق، عنده خبرة طويلة، عنده خبرة طويلة في تعامله مع روحه، هو كروح مش كنفس. ولكن عواطفه هو الدفينة عنده مشكلة معها، عنده مشكل في التعرف إليها، في تمييزها، في تحليلها، في تصفيتها، في تنقيتها. يعني عنده مشكل كونكشن مع نفسه مش مع روحه، هو عامل كونكشن مع روحه، ولكن عنده مشكل في الكونكشن مع نفسه، فسيكون صعبا عليه. لين عاش ويعيش الآن الكثير من الصحوات الروحية، ولكن مشكلته أنه هناك بؤرة نفسية مظلمة تفسد حياته في كل مرة، أو تعود لتفسد حياته في كل مرة. يعني تختفي ويقول خلاص قد انتهيت منها، ثم تعود لتفسد حياته من جديد. أوكي؟ فلين رح يبقى دايما متصارع مع اليقين، هل أنا أحب هذا الشخص أم لا أحبه؟ هو سلوكاته كلها قد تكون سلوكات جميلة دبلوماسية معك، يعني أنت مثلا لو تكونين مثلا طيبة وتلقائية معه، سيكون طيب وتلقائي معك، هو كرجلين أو حتى كامرأيين. ولكن هو مع روحه، مع نفسه، متصارع مع نفسه، مش متأكد، دايما عنده هذا التساؤل، ويعرف معرفة جزئية مش معرفة كاملة، ما عندهش نفس اليقين اللي يكون عند اليانغ. هذه مشكلته الأساسية. فمن علامات، لاحظوا معايا مليح، سمعوني مليح، من علاماتكم أنتم كيين
أنكم وصلتوا إلى النهاية، خلاص ما عادش فيه باليهات أخرى لازم تقوموا بها أو لازم تعملوها أو لازم توصلوا لها حتى تنهيوا رحلتكم هذه في هذه العلاقة الروحية، أنكم توصلوا إلى اليقين، ستتيقنون من أنكم تحبون هذا الشخص سواء امرأة أو رجل، سيكون لديك يقين من أنك تحبين هذا الشخص حبا حقيقيا، حبا غير مشروط، مهما كانت نتائج هذا الحب، البعد أو الانفصال أو الاتصال أو الزواج أو الطلاق، أو لأن هناك توائم عاشوا كل الكلام هذا اللي نحكي عليه، عاشوه هم متزوجين وهم مع بعض، صدامات وصدامات 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 أدت إلى الطلاق في نهاية الأمر. والطلاق هنا كان بالتراضي بين الطرفين، يعني هم افترقوا وهم متأكدين أنهم ما يصلحوش البعض، ولكن للأسف مش هذه هي الحقيقة، لأنهم لو أعطوا أنفسهم الوقت والأرواحهم حتى ترتقي، يعني تطلع لدرجة معينة، كان يحصل الانسجام، سوري، أو يحصل التوافق بيناتهم أو الالتئام بيناتهم إذا صح هذا التعبير، لأنه في نهاية الأمر توائم الشعلة هم روحين بنفس الذبذبة ولكن بشخصيتين مختلفتين تماما، وهذا ما يقود الشخصين إلى الاعتقاد بأن اجتماعهما مستحيل. أما توائم الروح فهما شخصين بنفس الذبذبة بشخصيتين متماثلتين جدا جدا يتشابهوا، وهذا ما يقودهم إلى الاعتقاد كذلك بأنهم إخوة، لأن الحب اللي يكون عندهم مش ما عندهش نفس ما فيش نفس الشغف، خاصة الشغف الجنسي اللي يكون عند توائم شعلة. فنجد مثلا الرجل يحب هذه السيدة ويريدها أن تبقى بحياته، ولكن لا يشعر من ناحيتها بشغف جنسي، ما يحبش أنها تكون مرته مثلا، أنها تكون زوجته مثلا، ولكن يحبها ويحبها تبقى بحياته. أوكي، فهمتوني شوية؟ أتمنى تكونوا فهمتوني. العلامة الثانية عند الين هو أن العلامة هي علامة مادية، ولكن هي علامة عندها أثر نفسي عميق. الين يعيش مثل ما تعرفوا بما يسمى بالفونتازم الروحي، والفونتازم هذا ممكن يكون عنده أبعاد عاطفية، أبعاد جنسية، أبعاد اجتماعية، أي بعد كما حبيته. فهو لما يقتل هذا الفونتازم ويعيش في الواقع، يعني يعيش في اللحظة الآن، ما يرجعش للماضي، فمعنى ذلك أنه وصل إلى النهاية. تقولوا لي كيف يقتل هذا الفانتازم؟ هو في الغالب يحتفظ بما هو مادي حتى يتذكر ما شعر به في الماضي. وقلت لكم لماذا؟ لأنه هو عنده أمنيزي أو عنده فقد للذاكرة جزئي، وسألتوني هذا السؤال وأنا قد أجبت عليه في الماضي، وقلت لكم الروح كل ما تعلى إلى درجة أخرى كل ما تنسى الشيء اللي عاشته في الماضي، خاصة مع الين عندهم هذه المشكلة، فما يتذكروش منذ 3 أشهر ماذا كان شعورهم، وما يتذكروش في بداية اللقاء، في بداية العلاقة ماذا كان شعورهم، أنسي دو سويت، كل مرة عندهم نسيان جزئي لما حصل في الماضي. فمن علاماتكم، من علاماتكم أنكم لما تقضوا على كل الذكريات المادية الموجودة بينكم وبين توأمكم، يعني مثلا أنت كرجل ين تخرج جميع المحادثات اللي كانت مع مطاردتك، وانت كامرأة ين نفس الشيء تخرجي جميع الصور وجميع الأوديوهات أو الفيديوهات أو المحادثات اللي كانت بينك، كنت محتفظة بها لأنها بالنسبة لي كانت تذكرك بما نسيتي، تخرجيها وتحرقيها، معناته تعملي ديستركسيون، يعني تمسحي كل شيء، فمعنى ذلك أنك وصلت إلى النهاية، سواء كانت هذه النهاية جميلة أو غير جميلة بالنسبة لك، ولكن هذه النهاية، يعني خلاص ما عادش عندك بالي آخر من النمو الروحي أو التطور الروحي رح تعمليه، انتهى الأمر، انت خلاص تيقنتي أنك تحبين هذا الشخص مثلا، ولكنك اقتنعتي بأن هذا الشخص مثلا نفرضه بأن هذا الشخص لا يصلح مثلا معك،
تحبينه ولكنه لا يصلح. ça peut arriver، ممكن تحصل. أو اقتنعتي أنك ستتزوجين بهذا الشخص وستقضين معه بقية حياتك، النهاية الأخرى كذلك الممكنة، ولكن علامتك الأكيدة هو أنك ستحطمين جميع المتعلقات المادية بالآخر، لأنك أصبحت تعيشين اللحظة، أصبحت مادية، لست متعلقة بخيال، بوجود غير موجود، أصبحت متعلقة بوجود موجود، يا إما يكون معك، يا إما يكون معك، يا إما ما يكونش، خلاص، يا أبيض يا أسود. تعودي ما تحبيش تعيشي في الألوان الرمادية أو الألوان الضبابية، هذه اللي كنتي في السابق كانت مثلا، في السابق كان الرجل الين يعيش بها وتمثل له بالنسبة لي شيء جميل أنه يتذكر ويعيش به، خلاص يوصل لدرجة وين خلاص يفو بلو فيف دون الباسي، ما يحبش يعيش في الماضي، ما يحبش يعيش على ذكريات، يحب يبني الواقع. فيا إما يتصل بيك ويقول لك أنا أحبك وأريدك لبقية حياتي، يا إما يقضي على هذه الذكريات وكذلك يتصل بيك ويقول لك أنا آسف لن يمكنني أبدا أن أكون معك، ومعنى ذلك أن نوصل للنهاية. حياة التوائم بعد الزواج حياة جميلة جدا جدا، أكيد ناس متفقة على المستوى الروحي ومتفقة على المستوى النفسي ومتفقة على المستوى الجسمي، فلا يمكن أن يكون إلا سعداء، سعداء بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مش وهم، لأن الكثير من الناس تتوهم أنها سعيدة، ولكن في التوائم، في العلاقات الروحية، في سعادة روحية، في سعادة حقيقية سيعيشها هؤلاء الأشخاص. وأنا أذكر أني وعدتكم، قلت لكم راح تعمل لي، وهذا نداء لي، وهذا نداء لها، أعتبر أنه نداء لها، إذا حبت. هناك الكثير من توائم الشعلة، مش كثيرين جدا، ممكن أقل من 10 اللي اتحدوا، هذا نداء لهم كلهم بما فيهم رشا، أعتقد اسمك رشا، إذا حبيتوا تعملوا شهادة فهذا سيفيد الناس الموجودة عن معايا بالقناة. إذا حبيتوا تعملوا لي شهادة بدون أسماء، بدون أماكن، بدون جنسيات، وريفر كما تحبوا، فأنا مستعدة بالموافقة بيان سور، بإذنكم يعني وموافقتكم، أني نحط مقتطفات منها على القناة حتى الناس تستفيد من تجاربكم. أوكي؟ يلا أحبائي، أعتقد أني قلت كل شيء. أعتقد أني قلت كل شيء، وإذا في أسئلة أخرى خلوها لي في التعليقات، وممكن نشوف فيما بعد إذا كانت بذرة لمواضيع. تحياتي لكم، مع السلامة.